بهذه الصور عادوا بنا إلى سوريا ما قبل الحكم الأسدي لمقارنتها بحقبة امتدت لأربعين عاما رسخت فكرة واحدة في عقول السوريين، سوريا الأسد. سيد الرئيس حقق لنا عهد مليء بالإنجازات والأخطاءات. سينمائيون سوريون مع الثورة أعادوا إلى الحياة أفلاما منعت من العرض لعشرات السنين في سوريا لانتقادها حزبا واحدا يحتكر الحياة السياسية. لا تعرض لأن هي أفلام بتحرك العقول، وهي أفلام يعني تدعو للحرية، تدعو فبالتالي هي ضد السياسة العامة اللي بينتهجها هذا الحزب. شكرا على هذه المجازر التي ذكرتنا بأنفسنا وذكرت العالم بنا. شكرا على الدم الذي سال وسيسيل. شكرا على الموت الذي يتربص. وبهذه الكلمات أيضا فجر الكاتب السوري حزنه وغضبه على سنوات طويلة منعه فيها النظام السياسي السوري من التعبير عن آرائه بحرية. هي عملية قتل، إقصاء، تدمير، تهميش باختصار شديد، يعني لا أستطيع أن ألخص ما فعله الحزب البعث بأكثر من هذه العبارات. واليوم وللمرة الأولى يسكنني الثوار، يسكنني الشهداء. الثورة السورية سكنت أسطر هؤلاء المثقفون بعد أن أعادت لهم الانتماء إلى وطنهم كما يقولون. شهادة ميلاد جديدة إنه أنت رجعت سوري مرة تانية، يعني أنا كنت سورية بالهوية ولكن أنا رجعت هلأ سورية باختياري. رغم إبعادهم عن وطنهم وحرمانهم من التعبير عن همومه وتوثيق ما يحدث فيه، يعي هؤلاء أن حرية أقلامهم ستبقى رهينة النزاعات السياسية. عمر الهندي، العربية، الدوحة.